في الشمال لكريم الديب، عرضية تاني جول، ضربة جزاء محمود وحيد، الكرة تخبط في ايد اللاعب محمود وحيد، وفي مواجهة محمود البنا اللي بلا تردد يصفر ويحتسبها ضربة جزاء من نصيب الاتحاد السكندري. ادي الكرة اهو، عرضية من كريم الديب، ومحمود وحيد ايده خارجة بره جسمه، خارج نطاق وخارج اطار الجسم، واضحة واضحة تماما، وبالفعل ضربة جزاء يحتسبها الكابتن محمود البنا بلا تردد. واخد القرار مركز مابولولو، مابولولو ادى الاشارة، محمود البنا ادى الاشارة، ضربة جزاء خلاص تمام، خلاص خلاص القرار اتخذ. مابولولو في مواجهة الهاني سليمان، وبالقدم اليمنى الهاني سليمان متقدم على الخط، ومحمود البنا بيرجعه زي ما احنا شايفين، بيحاول يأثر على اعصاب مابولولو. مابولولو اعصابه حديد، اعصابه فولاذ، ولا هيتأثر ولا هيتهز؟ مابولولو بالقدم اليمنى، مابولولو يا ولد، يرسل الهاني سليمان في زاوية والكورة في الزاوية الأخرى، ومع اكتمال الساعة ومع الدقيقة 60 ينكسر حاجز الصمت أخيرا في هذه المباراة، وتهتز الشباك بهدف أول لسيد البلد. مابولولو يمنح سبب لفرحة جمهور زعيم الثغر في مدرجات استاد الإسكندرية، ويحتفل احتفال خاص جدا بالمولود الجديد، فرحة فرحة، والكل استاد الإسكندرية يتحول إلى اللون الأخضر الكامل، الكل أخضر في استاد إسكندرية، الكل فرحان بهدف مابولولو وهدف الاتحاد، الهدف الأول في هذه المباراة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 60. هذه مابولولو شاط وقع، الهاني سليمان اترمى وقع، الكل على الأرض، لكن الأهم ان الكرة في الشباك، ويتقدم الاتحاد باول اهداف هذا اللقاء. هدف هيفرق كتير وممكن يغير كتير في سير الاحداث وفي مجريات المباراة.